بسم الله ولا اله الا الله، سيدنا نبينا محمد رسول الله. النهارده الجمعه في سوق ابو المطامير، ومعاكم قناه المواشي. اليوم يوم 21/10/2022، وتعالوا نشوفوا اسعار العجول الذكوره، اللحم النهارده في سوق ابو المطامير. اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. العجول الذكوره اللحمه يا جماعه النهارده في سوق ابو المطامير، الله اكبر، الله اكبر. معلم راضي، صباح الفل. اسعار اللحم النهارده ان شاء الله 72. 72 الهرشد الثاني ولا ايه؟ 72 جنيه يا جماعه الكيلو جاي من النهارده في اللحم في سوق ابو المطامير، اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. 72 على طول، ما فيش اقل من كده. 72 ان شاء الله. 72 جنيه يا جماعه اللحم جاي من النهارده في ابو المطامير في العجول الذكوره، اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. صاحب والله صباح الفل، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. العجول الذكوره اللحم يا جماعه، كسر حي ولا لبان؟ كسر حي؟ كسر جوز. كسر جوز، بسم الله ما شاء الله. عامل يمن؟ عامل 24000. 24000 كسر جوز يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. تجار ولا جنايه؟ ايه تجار ولا جنايه؟ يا جناه جنايه، الله يبارك لك ويصلح حالك، اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله. على عجول الذكوره اللحم يا جماعه في سوق ابو المطامير النهارده، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. 24000 بسم الله ما شاء الله، وكسر جوز، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. عمتات اللحم يا جماعه، الله اكبر، فرج وملي عينيك وصلي على حبيبك النبي، اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. صباح الخير يا معلم. تجار ولا جنيه؟ لا ده احنا واخدين الفرح والله. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. كانوا بيقولوا 30000 و31000، خدناها منهم ب 29000 ونص. 29000 ونص بس، بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لكم. بس لحمه بعد كده. الله يبارك لكم ويصلح حالكم، ألف نار مبروك، ربنا يجعلها مبروك عليكم إن شاء الله. 29000 يا جماعة، أنت يا لحم. كسر حي يا أستاذ؟ إيه كسر حي؟ كسر جوز. كسر جوز، بسم الله ما شاء الله. الله وسلم. ربنا يجعلها مبروك عليكم إن شاء الله. كنبي العجول الذكور اللحم، صباح الخير يا عم الحاج. نارك أبيض. تاجر ولا جنان؟ تاجر. منين حضرتك؟ كفر الدوار. كفر الدوار، أنا لسه نارت في أبو المطامير النهاردة. عامل كام الدكر دولار؟ عامل 21. 21000 لبان ولا كسر حي؟ لا لبان. لبان، بسم الله ما شاء الله، 21000 يا جماعه، الله اكبر، اللهم صل عليك يا نبي. معاك حاجه غيره ثاني؟ هي معاك ثاني صح. الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. 21 بسم الله ما شاء الله، يفتح الله. حالة ضياع شغالة يا جماعة، اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله، والله العظيم اللهم صل عليك يا نبي، الله يقويكم يا حاج ويصلح حالكم، بسم الله ما شاء الله. طب معاك رقم تليفون ناخده له حد عشان اتواصل معاه؟ ايه رقم تليفون؟ ادينا الرقم. طيب خلي بالك، زعلت ابو نصر الاسبوع اللي فات، كل اللبان مسكوك جلال اللبان مولع نار على راسنا يا حاج، احسنتم لنا رجالي، كفر الدوار، احسن ناس بتوع كفر الدوار، ناركم ابد ان شاء الله. ادينا الرقم يا غالي. ايه يا حبيبي؟ ايه بسم الله ما شاء الله، والله زين، والله اللهم صل عليك يا نبي. العيد بقى علينا في الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. العجول الذكور اللحم في سوق ابو المطامير، الله اكبر، فرج وملي عينيك وصلى على حبيبك النبي، اللهم صل عليك يا نبي. عمل كام الله؟ والله 20 ونص. انت عايز 21؟ اه الله يبارك لك. طب معاك رقم تليفون ناخدوه؟ ايوه استنى اديهولك. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي.
بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا عم الحاج. تعرفوا بيك طيب؟ محمد عيد ابو سعد. معلم محمد عيد ابو سعد منين يا معلم؟ انا ابو حمص يا ابو. ابو حمص احسن ناس. بسم الله ما شاء الله. لبان ولا كسر حاجه؟ لا لبان يا. اللهم صل عليك انا. العجول والذكور اللحم اللبان يا جماعه بسوق ابو المقابير. اللهم صل عليك انا. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على الماء. عامل يامي؟ 20800. 20800 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. معكم حاجه غيره تاني؟ اه يا حاج اللي مع الحاج احمد. الله اكبر. حاج احمد صباح الفل يا حاج. الله يقويك. بسم الله ما شاء الله. عامل كام يا حاج احمد؟ 22800. 22800 ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. معكم حاجه تاني يا حاج؟ مع الحمص كله. الله يصلح حالك. ابو مطرب ما بديش على بتيجي يا حاج. ادينا رقمك لو حد عايز حاجه اتواصل معاه. والله التليفون. ها؟ التليفون الرقم مش حافظه؟ الله يقويك ويعيش. اشتغل التليفون. 22 بسم الله ما شاء الله. تجار ولا جنيه؟ تجار ولا جنيه؟ منين حضرتك حاج؟ هو انت هتقولي في الصوره عشان حشيشه وتجار حشيشه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بصورك. الله اكبر. حاج رفيع. اللهم صل عليك يا نبي. العجول الذكور اللحم بسوق ابو المطامير. بسم الله ما شاء الله. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه والى اللقاء يا خير الاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه